العهد القديم كله يتكلم عن شخص المسيح، يتكلم عن شخص المسيح في صورة نبوات أو صورة رموز أو صورة ظلال. المسيح قال مكتوب عني، وقال أن موسى كتب عني، بما أن سفر التكوين واحد من أسفار موسى، إذن أكيد تكلم عن شخص المسيح. فنرى المسيح في صورة الرموز في العهد القديم، فمثلا الذبيحة التي ذبحت في الجنة لتغطي عري آدم وحواء نرى فيها صورة المسيح. الإعلان بالوعد أن نسل المرأة يسحق رأس الحية نرى فيها صورة لشخص المسيح. هابيل الذي قدم من أبكار غنمه ومن ثمارها، الذبيحة التي قدمها هابيل نرى فيها أيضا شخص المسيح. إسحاق وهو الابن الوحيد المطيع لأبيه ذاهبا إلى المذبح نرى فيها طاعة المسيح حتى الموت. الكبش الممسك بقرنيه في تكوين 22 لينوب عن ابن إبراهيم عن إسحاق نرى فيه شخص المسيح. يوسف في آلامه وفي أمجاده نرى فيه صورة أيضا لشخص المسيح. وهكذا صور كثيرة في العهد القديم تتكلم عن شخص المسيح. ملك صادق في تكوين 14 يقول لنا عنه بحسب عبرانيين 7: لا بدأت أيام له ولا نهاية، أي لم يذكر بدايته ونهايته، بلا أب بلا أم، لم يذكر أبوه وأمه، لأنه مشبه بابن الله، أي أنه رمز لابن الله. الفلك الذي احتمى فيه نوح وأولاده وكان سبب النجاة من الهلاك يتكلم عن شخص المسيح. كل هذه الصور نتقابل فيها مع المسيح في سفر التكوين.